في تيسيرات وفي محفزات بتتقدم للمستثمرين الصناعيين، لو اتكلمنا عن أهمية التيسيرات دي وإيه أبسط وأجدد التيسيرات اللي بيتم تقديمها؟ طبعا احنا في منطقة دلوقتي كل العالم بيتنافس على جذب الاستثمار والتركيز على الاستثمار الصناعي، فأول حاجة تمت والدولة بتمشي فيها بخطة سريعة جدا هي الرخصة الذهبية. الرخصة الذهبية خلاص كنا الأول بنقولها في الإعلام وبنتكلم بنعد بنقول 2022 تم منحهم، النهاردة أصبحت أمر بيستطيع كثير من المستثمرين يتقدموا إليه وبقت بتسهل كتير جدا من الإجراءات. الحاجة الثانية موضوع الأرض الصناعية، كانت بتبقى دايما مشكلة تخصيص الأرض، النهاردة تخصيص الأرض حضرتك بتتوجه إلى جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية، بطلب الأرض في مدينة من المدن الصناعية الجديدة، هي بتتعامل كدولة داخل مؤسساتها سواء كانت الولاية في جهة أخرى أو في وزارة أخرى، ده بقى موضوع ما يعملش مشكلة للمستثمر الصناعي. نعم. الدولة أيضا عملت حاجة محترمة جدا وهي الإعفاء من نص ثمن الأرض في حال تنفيذ المشروع، ده كان قرار مهم جدا خلى مستثمرين كتير بيتسابقوا دلوقتي ان انا انهي المشروع بتاعي في مده زمنيه اقصاها عام عشان استرد 50% من ثمن الارض. وضيف على كده هيئه الاستثمار ايضا بدات تقدم خدماتها في فروعها، وده من الامور الطيبه اللي حصلت ان في خدمات كانت مركزيه لازم تكون في الهيئه العامه للاستثمار بالقاهره، بدات تخلي مكاتبها في المحافظات تقدم بعض الخدمات اللي كانت لازم تخلي المستثمر يذهب الى المركز الرئيسي. ايوه اكيد. طيب دكتور سمير، يعني أهم المجالات اللي بدأت بالفعل في تنفيذ في المصانع المصرية، يعني هل في قطاعات معينة تعد الأبرز أو تعد الأحدث في منظومة الصناعة المصرية بدأنا نشوفها؟ بالطبع احنا عندنا في قطاع كبير جدا وجديد جدا وهو الصناعات الخضراء، الصناعة المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة. عندنا مصانع المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس اللي بتنتج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، احنا يمكن لاول مره انتاج الامونيا الخضراء من مصر ودي اول انتاج في منطقه الشرق الاوسط. برضو لما نقول للمشاهد الكلام ده الناس يمكن بتستغرب، طب احنا هل الاوضاع ماشيه كويس قوي كده؟ طب احنا مش حاسين؟ طبعا الحاجات دي كلها بتكمل بعض، المردود يمكن في القريب يبدا يظهر بشكل كبير لكل الناس. انما ده قطاع مهم جدا دخل في الصناعه المصريه ما كانش موجود، الصناعات الجديده، صناعه السيارات والتركيز عليها. بدا شركات ضخمه في مجال صناعه السيارات من دول شرق اسيا ومن الصين ومن روسيا برضو بتركز النهارده انها تبدا. شفنا قريب دوله رئيس الوزراء كان بيجتمع باكبر مصنعي ضفاير السيارات، يعني المكملات لصناعه والمغذيات لصناعه السيارات، ده سيكتور مهم جدا بدات الحكومه المصريه تدي حوافز فيه وتشجع كبار الأسماء في العالم إنها توطن هذه الصناعة في مصر.